السلام عليكم، نشرة أخبار الاقتصاد من الميادين إلى العناوين. في بحر غزة حقول غاز يحرم الفلسطينيون خيراتها. أزمة الوقود في مصر تبحث عن الفرج في اتفاقات التنقيب عن النفط. وفي النشرة أيضا، التوك توك وسيلة النقل الاقتصادية تعود إلى الشوارع الصومالية. أهلا بكم. وقعت السلطة الفلسطينية اتفاقا مع شركة ليفياتان الإسرائيلية للغاز الطبيعي لتزويد محطات توليد الكهرباء بالوقود اللازم. وقبل عقد من الزمن اكتشف الفلسطينيون حقول غاز في المياه الإقليمية لقطاع غزة. لنا شاهين والتفاصيل. ما يزيد على 31 مليار متر مكعب من الغاز في حقول غزة البحرية كفيلة بوضع حد لكل كوارث الفلسطينيين على الصعيد الاقتصادي والإنساني. عام 2000 تم تحديد الحقل، لكن معادلة الاستخراج تعاني الاختلال جراء الأوضاع السياسية. تم إبرام اتفاق، بموجب هذا الاتفاق الشركة البريطانية لديها 60% من الاستثمار، والشركة تسيو 30%، وصندوق الاستثمار الفلسطيني 10%. الحقلين الذين اكتشفن يعني بالإمكان أن يكفوا يغطوا حاجيات الاقتصاد الفلسطيني ربما لمدة من 25 إلى 30 سنة. طبعا هذه التغطية ستوفر على الاقتصاد الفلسطيني مئات الملايين من الدولارات. على بعد 36 كيلو مترا يقع حقل الغاز الأكبر، والذي يحتوي على 28 مليار متر مكعب. أما الحقل الثاني فيضم 3 مليارات متر مكعب، غاز لا يزال رهينة استحواذ المحتل على كل الموارد تحت سمع وبصر الفلسطينيين. في طردات اليهودية وفي مراكب كبيرة بيجي قبل ما نصل بيجي بطخ علينا بمصلهاش بطخونا اذا قربنا كثير يمكن يقتلونا كمان من حقول الغاز هذه. اتفاق السلطة الحالية مع إسرائيل سيكون على مدار 20 عاما، وبكلفة يبلغ مقدارها 1.2 مليار دولار، رغم تصريحات السلطة الفلسطينية قبل شهرين أن صافي أرباح إنتاج الغاز وتصديره محليا ودوليا سيصل إلى 150 مليون دولار سنويا. عودة الروح إلى اقتصاد غزة المنهار على ما يبدو تكمن في قاع بحرها، وإلى أن يستخرج هذا الغاز يبقى المواطن يعاني الأمرين جراء حصار احتلال لا ترجح كفة ميزان أرباحه وخسائره لأي اعتبارات إنسانية أو قانونية. لنا شاهين، غزة، الميادين. ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا من رام الله رئيس سلطة الطاقة في رام الله الدكتور عمر كتانة. دكتور عمر، برأيك ما الذي يعيق إنتاج الغاز من قطاع غزة وبالتالي الاستفادة منه في الاستهلاك المحلي؟ يعني أولا مساء الخير، وسعيد أن أكون لأول مرة على قناة الميادين. وبالنسبة للسؤال، طبعا من الواضح أن حقل غزة مارين، والذي أعلنتم قبل قليل عن العوائق التي تحيط به، هي حقيقية وهي من صنع الاحتلال. وهذا الحقل كل ما جاء في تقريركم حول كمياته وحول العائدات التي من الممكن أن تحقق هي أيضا صحيحة، وهذا هو الاحتلال يمنعنا من الاستفادة من مصادرنا الطبيعية. نعم. طيب برأيك ألا يمكن أن يحقق ذلك وفرا على الخزينة الفلسطينية، عفوا، بدلا يعني من دفع المليارات للإسرائيليين؟ لا، هناك خلط يعني، وأنا شعرت في هذا التقرير أن هناك خلط. ما تم أول أمس هو توقيع اتفاق لشراء الغاز الطبيعي لمحطة توليد في الضفة الغربية وليس في قطاع غزة، وهذه محطة يملكها القطاع الخاص الفلسطيني، وهي فعلا اتفاقية ما بين القطاعين الخاص في إسرائيل وفلسطين، وهي سلعة تشرى كما باقي السلع، يعني يوميا تشرى سلعة من إسرائيل من البترول ومشتقاته. والجديد في الموضوع أن هذا الشراء لهذه المرة يخضع لاتفاقيات دولية، لاتفاقيات صاغها محامين وفنيين، وهي ليست متروكة لأهواء الإسرائيليين والحكومة الإسرائيلية، بل إن الحكومتين خارج هذا الموضوع هي ما بين القطاعين الخاصين. لذلك أنا شعرت أن هناك خلط في التقرير. هذه مخصصة للضفة الغربية،
وهناك ولا يخفى على الإعلام أن هناك محادثات الحقيقة تقودها شركة بريتش غاز، وهي الشركة التي أخذت حقوق التطوير لحقل غزة. الآن هي في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي أيضا وبتدخل من السلطة الوطنية الفلسطينية لتطوير الحقل، وهناك في الحقيقة نوع من التقدم الإيجابي على هذا الملف، وهذا لا يتناقض تماما مع ما قمنا به بأول أمس من توقيع هذه الاتفاقية ما بين القطاعين الخاصين البلدين. نعم. طيب برأيك هل هذا الحصار يعني ممكن أن يؤدي إلى استفادة الشركات الإسرائيلية من شراء الامتيازات البحرية للغاز الموجود على ضفاف غزة؟ لا، يعني الشركات الإسرائيلية طبعا اكتشفت حديثا كمية كبيرة من الغاز، وهي تحاول أن تسوقه في كافة الأسواق المحتاجة لهذا الغاز، ونحن عندما نستطيع أن نسوق الغاز قبالة سواحل الغزة أيضا نسعى لتسويقه لكل البلاد المحتاجة، وهكذا أيضا بالنسبة للبنان. لبنان أيضا تم اكتشاف كمية كبيرة من الغاز خلال السنوات الثلاث الماضية، ونتأمل أيضا أن يصبح لبنان قادرا على إنتاج الغاز الطبيعي. نعم، يعني نحن نشير إلى أن يجب أن تكون الحقوق تصل إلى جميع الأراضي الفلسطينية وليس قطاع غزة أو الضفة الغربية تحديدا. أشكرك رئيس سلطة الطاقة في رام الله دكتور عمر كتانة على هذا الاتصال، شكرا جزيلا لك. الرئيس المصري عدلي منصور أصدر قرارات جمهورية ترعى مجموعة من الاستثمارات النفطية تهدف إلى التنقيب في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل وخليج السويس، خطوة يأمل منها المواطنون كما المسؤولون أن تساهم في الحد من أزمات الوقود والغاز على امتداد البلاد. ربما توضح هذه اللقطات معاناة المصريين خلال أزمات الوقود المتكررة من أجل الحصول على البنزين، رغم أن حجم الدعم الحكومي للمواد البترولية في السنة المالية بلغ أكثر من 18 مليار دولار، الأمر الذي دفع الحكومة للعمل على تطبيق منظومة البطاقات الذكية لإحكام الرقابة على الوقود. البطاقات الذكية يتوقع أن تحقق وفرا قدره 36 مليار جنيه حين يبدأ المواطنون باستخدامها. والله أنا مش شايف لها فايدة لغاية دلوقتي إلا في حالة أنها هم هيحددوا حصة معينة لكل مواطن على الكارت. تمنع التكدس اللي كان بيحصل على البنزينات دي كلها، هتمنع حكاية تهريب الوقود. وفي محاولة منها لحل أزمة الوقود وقعت الحكومة المصرية 8 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات يبلغ حدها الأدنى نحو 1.2 مليار دولار. الاستثمارات دي اللي هيتم ضخها والأعمال الفنية والأبار اللي هيتم حفرها في البحر المتوسط وفي الدلتا دي هينتج عنها اكتشافات إن شاء الله بترولية أو غازية متضاف إلى احتياطي الغاز واحتياط البترول، وبالتالي معدلات الإنتاج ممكن تزيد تعوض النقص في معدلات الإنتاج، النقص الطبيعي في معدلات الإنتاج، وفي نفس الوقت نقدر نغطي احتياجات السوق المحلي. كانت دول خليجية تعهدت بمساعدات قيمتها 14 مليار دولار لمصر وبمنح بترولية بعد عزل الرئيس محمد مرسي في 3 تموز يوليو الماضي، مما ساهم في تخفيض حجم الإنفاق الحكومي على الوقود. قيام الحكومة المصرية بضخ استثمارات جديدة في مجال البترول واعتماد نظام البطاقات الذكية على الوقود جاء كمحاولة منها لوصول الدعم إلى مستحقي وعدم تكرار أزمات الوقود في المستقبل. سمية الشناوي، القاهرة، الميادين. عائدات اليمن من تصدير النفط الخام سجلت تراجعا كبيرا خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي وبلغت نحو 2.47 مليار دولار بانخفاض تجاوز 700 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. تقرير التطورات المصرفية والنقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني أشار إلى انخفاض الإنتاج المخصص للاستهلاك المحلي بفعل أعمال تخريب متكررة تعرضت لها أنابيب النقل، ما أجبر الحكومة على استيراد مشتقات نفطية في الأشهر الأخيرة. في الصومال تعود مركبات التوك توك الظهور بعد غياب لسنوات طويلة، حيث أصبحت وسيلة يفضلها الصوماليون بسبب الكلفة المنخفضة وتيسر وصوله إلى العشوائيات. الشافعي محمد. بعد 20 عاما تعود مركبات التوك توك ظهورها في شوارع مقدشو لتتقاسم لقمة العيش مع أصحاب سيارات الأجرة.
الذين يملؤون شوارع المدينة. التوك توك وسيلة نقل تخترق الأزقة والعشوائيات التي لا تصل إليها خدمة سيارات الأجرة، مركبات لا تتسع إلا لشخصين أو ثلاثة في أقصى حد، وتناسب أجرتها ذوي الدخل المحدود. هذا المشروع جزء من المشاريع التي عادت مع عودة المغتربين الصوماليين إلى الوطن، وهذه الخدمة وفرت فرص عمل للشباب الذين يستفيدون من هذه الفرصة أكثر منا. عودة توك توك ارتبطت بعودة الكثير من المغتربين الذين أنشأوا مشاريع تجارية صغيرة يستفيد منها الشباب. عبد القادر عمر واحد من عشرات الشباب الذين منحتهم التوك توك فرصة عيش جديدة. كنت في السابق أقضي يومي بالجلوس في الشوارع والطرقات، أما اليوم فأنا أعيل أسرتي وأتقاضى دخلا مناسبا رغم أن هناك عقبات مرور في شوارع المدينة. العربات هذه اكتسبت شعبية كبيرة ويستأجرها الغني والفقير. نحن مرتاحون جدا في خدمة هذه المركبات لأنها تتيح لنا فرصة نقل بضائعنا من الأسواق إلى منزلنا. توك توك تستطيع المرور بالعشوائيات والأماكن الضيقة وهي رخيصة بالنسبة لنا. الشركات الصغيرة المالكة لهذه المركبات تتزايد، فهي تجارة مربحة وكل واحدة منها تدر لأصحابها نحو 20 دولارا يوميا. التوك توك في مقدشو صار كل شيء هنا، وسيلة نقل مناسبة للفقراء، مصدر رزق للشباب، مشروع تجاري مربح، صديق للبيئة، ظاهرة جديدة تغزو شوارع العاصمة. شافعي محمد، مقدشو، المدينة. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام الاقتصادية. نشكر لكم حسن المتابعة. الميادين.net للمزيد. إلى اللقاء.